تم اكتشاف نوع جديد من الضفادع يمكنه تغيير جلده من ملمس ناعم إلى شائك. تم اكتشاف الضفدع المطري هذا في جبال الأنديس في الإكوادور، ولم يتم إلى الآن اكتشاف أي حيوان فقاري آخر يمكنه تغيير ملمس جلده، وبإمكانه تحويل ملمس جلده في أقل من 6 دقائق. ويصل حجمه إلى حجم كرة زجاجية صغيرة، ويعتقد العلماء أن عموده الفقري الشائك يساعده على التمويه في المناطق المحيطة به. تم اكتشاف هذا الضفدع عام 2006 من قبل كاثرين وتيم كيرناك، ولكنهم لم يلاحظوا قدرته على التحول إلا بعد 3 سنوات.